أهلا نظام وياي أخو طارنا، وضيفنا اليوم في الاستوديو الشاعر صباح العزاوي. نورتني صباح، مساء الخير، دول عمرك مساء الخير والعافية. حياك الله حيا الله ونورتنا وكل صديقي. الهلا بيك. الله يخليك. صباح، أنت قبل سنة بديت بالكتابة، لكن نعم. كتبت كثير من القصائد. شو اللي حرك شاعريتك أنت كشاعر وخلاك تكتب؟ اللي حرك شي يعني كالحزن مثلا، مواقف والبيئة عايش فيها. زين، يعني بعد عمر، يعني انت عمرك 21 سنة ولا في طولة نعم العمر، لكن الله. من بعد هذا العمر كله يلا اكتشفت نفسك انت شاعر؟ ما عندك كانت محاولات من الصغر؟ محاولات من الصغر انه انا كنت مجرد احفظ، كنت احفظ الشعراء واطلع بالصفوف بالمدرسة القي اليهم. من بعدين فترة معينة من صار عمره هيك قرابة 21 هيك، بديت احاول، يعني احاول بيني وبين نفسي انه اكو فكرة، انه عندي فكرة مع الشعر، فبديت اطورها وبديت من انميها. شجعك؟ هواية شجعوني، ومن أبرز اللي شجعني ود حياتي إلى طبعا الشاعر مصطفى علي، تحياتنا. زين، صباح، أنت كشاعر اليوم نعم. وأيضا كتبت كثير من القصائد بوقت قصير يعتبر، إيش قد أثرت بيئتك عليك، على شاعريتك، على كتاباتك؟ يعني قصدك تأثير يعني من ناحية الكلام على القصائد، من ناحية كتابتك للقصيدة. من ناحية كتابتي هو يعني شلون اقول لك، انا بيئة مو من محبين هذا المجال، بالضبط. يعتبرون هذا المجال مضيعة للوقت ويستهينون بهذا المجال. واجهت يعني صعوبات وكلام هواية زين، بس عبارتها كلها. خلينا نسمع شيء. نسمع. عمي عيون قلبك ما ادري، ماكو عيون، ما ادري عيون عندك وانت تتكبر، ما ادري شلون بيه وما ادري بيك شلون، ما ادري تحبني انت وما ادري اتصور، جبتها وياك حيرة ودخت بيك هواي، لغز حبك احسه وصعب يتفسر، مرة بعيد بابك مرة يم الباب، مرة الباب ادق الخشب يتكسر، مرة بعيد بابك مرة يم الباب، مرة الباب ادق الخشب يتكسر، مرة تشيل همي ومرة مني تشيل، ومرة وياك صارت بعد ما اقدر، على مطبعي كانت نزل باس القاع، من حسيت حبك بالقلب يكبر، الله. تصغر يا المحب من تظل هيك وياي، وانزل علم ثاني شخصك اتعذر، انا داويت جرحك وادري بيدك موس، منك ما خفت لكنت ما احذر، ما احذر لان بي انا كون مجروح، ومن تشوف قلب الدوخ بالمنظر، تلقى جروح ميتة وقلبه سوى قبور، وبكل قبر تلقى جروح تتدثر. الله عليك. الله يسلمك. حب. هاي أول قصيدة كانت إلك؟ لا مو قصيدة. طيب، أنت دخلت إلى عالم الشعر بكتابتك للقصيدة وللدارمي وللأبوذية، قلت لي تجربة واحدة نعم. عندي. شلون ضبطت الإلقاء عندك، اللغة، يعني القواعد اللغوية اللي بالقصيدة أو مثلا بالدارمي؟ كل اطلاع ودراسة مثل للوزن واللحن، دراسة طلعت عليهم وفضل شعرات كانوا مساندين لنا بالقنوات وساعدونا. اكو تعاون بينك وبين شعراء؟ نعم اكيد، من ابرز الشعراء الشاعر علي دلي، تحياتنا له والاساتذة الاوياء مثل محمد اليعقوبي كل الاخوة. طيب، انت كشاعر نعم. دخلت بعالم الشعر، شفت اكو اليوم تعاون بين الشعراء ايه هواية خصوصا الاسامي اللامعة؟ طبعا، هواية هواية كتعاون، يعني نقول بعيدا عن الحالات، يعني نقول القليلة بين تلقي اكو محاربة بس قلة، ربما نلقاها 5% بس، صح. بس 90% لا تعاون، واحد يدعم الثاني. طيب، كثير من البرامج الشعرية اللي حاليا تطرح على القنوات العراقية، نعم. وأيضا يستضيفون شعراء ومواهب شباب، قدموا شيء لهذه المواهب اليوم تشوف ان هم يستحقون هذه الشهرة اللي توفرت لهم الفرصة الذهبية ومن بعدها صار عندهم قاعدة جماهيرية؟ أغلب اللي ظهروا
يستحقون هاي الظهور ويستحقون هاي القاعدة الجماهيرية وهذا العدد اللي يتابعه، لأن قدموا أشياء جميلة هواية نعم. وأثرت بمسامع الجماهير، والبعض لا ما يستحق. جد بنسبة ما يستحقون؟ يعني بنسبة 5%. طيب اليوم الغرور ايش قد ياخذ من الشاعر، خصوصا اذا انعرف وصارت الى متابعين وصار الى ناس تسمعه؟ هذا الغرور يعني هذا انا اشوفه شيء ما له داعي، يعني انا عربي على شنو قاعدين غار؟ شيء سلبي وقلل من قيمة الشاعر. صح. صباح خلينا نسمع شيء ثاني. شيء يقول انا اكثر بشر تعبان وضع وبهت لون وبعد ما بي لمع، عمر خلصت بس ساهات وهموم، انا لو بيد عمر سنين رجع، انا بالغربة يثقل حمل مرات، شلت حملي وقمت ما تاني فزع. الله. انا بالغربة يثقل حملي مرات، شلت حملي وقمت ما تاني فزع، علي مر التعب والضيم والعوز، بنص غربة التعب مجبورة جرع. وسلامتك. الله يسلمك وصح لسانك. اصعب المواقف اللي تعرضت لها اثناء دخولك الى المجال الشعري، او مثلا واجهت صعوبات معينه؟ اللي هو مثل ما قلت لك اللي كلام البيئه اللي انا عايش فيها هواي، يعني انه هذا بس انا اعرف ديالة كثير من الشعراء الموجودين بيها. هو بيها كثير بس يعني بيها هواي شعراء، بس انا البيئه انا ساكن بقريه، يعني تعتبر هذا المجال ماضي عليه الوقت. هواي سمعت حكي، يعني ابرز الحكي حتى من اقاربي انه هذا مو مكانك، تجاه ضيع وقتك ما راح تستفاد شيء وجرد ضيع. اليوم الشعر انت مثلا فكرت تكون كشاعر، نعم. تشوف سبب المعارضه انه هو ما يعتبرون الشعر اليوم يعني بمكسب مادي؟ هو الشعر هو احنا يعني شلون دخلت على هذا المجال، انا مو لغرض مكسب مادي. لا انا دخلت لغرض التعبير عن الداخلي. اكو يعني مواقف يعني ما تقدر تفضفضها لشخص معين، تفضفضها في قصيده، تختصرها في قصيده. زياده تطول بالقصيده حسب، يعني حسب طول القصيده، يعني ماكسيموم 10 ايام او اسبوع. طيب من تترك القصيده الى بارت معين، نعم، وترجع تكملها، نعم، ما يصير عندك يعني مثلا شروج بالدماغ، او هو راسا ترجع انه بس تقرا البيت الاخير ترجع يعني تكمل القصيده؟ يعني قلت شغف او ملل منها؟ مو ملل، ولكن الفكره تروح. ها الفكره تروح. هو مثل تترك هالقصيده مده يومين او ثلاثه، يجي ببالك بيت تضيفه إلها، يجي تشرد مرة أخرى وتروح في تفكير ثاني، أو تخرج تمر تباوع على موقف، يجي بالك بيت آخر تشيل هذا البيت تضيف هذا البيت بداله. شو قد عبرت بشعرك عن حالتك النفسية أو أفكارك؟ يعني هواية عبرت عن نفسي. بما أنك تأثرت واكيد يعني اليوم انت شاعر، ممكن انه اكتشفت موهبتك بوقت متاخر، ولا هو ما متاخر، بالتالي انت مو كلش عمرك كبير، لكن نعتبر انه بعد فتره عمريه طويله. صحيح. من كنت صغير تحلم تكون مثل شعراء كبار موجودين، سواء كانوا عايشين او متوفين؟ كنت يعني احلم ان اكون مثل جبار رشيد. الله يرحمه. الله يرحمه. حافظ الله شيء؟ حافظ الله. حافظ الله. جبار رشيد يقول اسأل ليش أحبك حتى أقول لك ليش، وليش إيش ما تسوي وياي أقبل لك لحظة خوف عمري، وبس وياك أعمل لما نوصل لك. الله عليك. الله يسلمك. الله يرحمه الشاعر الكبير جبار رشيد. صباح، اليوم السوشيال ميديا أخذت حيز جدا واسع وكبير من حياتنا اليومية. فادك السوشيال ميديا كمعرفة بالناس؟ انت ذكرت لي انه انت مظلوم اعلاميا. نعم. فايش قد ضاف لك السوشيال ميديا لو انت ما التجأت الى السوشيال ميديا؟ يعني نقول التجأت، مو ما التجأت، بس يعني نسبة الفائدة منها كانت 3%. زين ليش يعني اليوم اشوف فيديوهات لشعراء
مو شرط انه هو يكون عنده ظهور اعلامي، لكن على السوشيال ميديا هو كمان هذا الشيء يعتمد حسب عدد المتابعين اللي عنده. ايوه حسب البيئه اللي هو عايش بيها. البيئه ايش عليها؟ لا انه انت بالتالي انت اليوم قاعد في بيئه متابعينك منهم اهل بيئتك نفسهم. صح. اي مو محبين هذا الشيء فاكيد ماكو دعم. بينما انت ساكن ببيئه محبه لهذا الشيء فتدعم. صحيح. طيب انت ذكرت لي انه انت عندك دارميات. نعم. ايش كاتب بالدارمي؟ هم تدري اثر فرقك شو يسوي بالليل والما اغمض العين طيفك يجي يعيد. دارمي ثاني يقول قد ما بكيت عليك نقعت الهدوم مو قلب هذا ايش صار يومية ملشوم. الله عليك. صح لسانك. انت تبون تشوف نفسك اكثر مستقبلا تستمر بكتابة القصيدة ولا بكتابة الدارمي؟ لا اكيد في كتابة القصيدة. ليش تميل للقصيدة؟ يعني اغلب الشعراء اللي يجوني ان هو يميل للقصيدة اكثر، شنو السبب؟ القصيدة يعني هي ملجأك تلخص بيها معانات كاملة. معاناة حياتك انت تلخصها بقصيدة. يعني صح مرات يصير مبالغة يعني زيادة عن اللزوم بس تعبر هواي عن اللي بداخلك. طيب اكثر الوقت اللي تحسه مناسب لك لجوك الشعري وتبدي بيه كتابة؟ الليل. هدوء. صح. تبدأ. طيب سمعني شي صباح؟ يمه ادعي لي والله هواي تعبان خلصت روحه كلها تريد دفان قلق تفكير هيك يخلص الليل وعلى خدود الدمع خلالي نيشان هضيمه وياهم انا مخلص الايام وعلى ذيك الايام هواي ندمان. الله عليك. هضيمه هضيمه وياهم انا مخلص الايام وعلى ذيك الايام هواي ندمان. بليل اشتاي كانوا ومن يبردون اجيب النار يوم هم وفق بردان. الله عليك. بليل بليل اشتاي كانوا ومن يبردون اجيب النار يوم هم وفق بردان. يوم مجروح بيه قامت الثور مثل بركان ثارت من نيران. باكر لو ترد ساعات الايام اعيش لوحدي وما اريد الانسان. الله عليك. الله يسلمك. صباحا للاسف داهمني الوقت وجدا استمتعت بالحديث وياك وايضا بقصائدك الجميله وكتاباتك الرائعه. شاكر لهاي الدعوه الجميله. واني شاكره لحضورك وبالتوفيق لك، انت تستحق الدعم وموهبتك جميله وكتاباتك رائعه بصراحه. نورتني وتحياتي لكل اهالي ديالى الطيبين. الله يسلمكم وتحياتنا لكم.